فكرة الاحتضان جتني من 2005، ان الله ما رزقني بعيال والحمد لله، الله عوضني بشيخة احتضنتها من دار الاطفال في الشارجة، والحمد لله دعمي لها وهي دعمتني في الحالة اللي كنت فيها، والحمد لله هي من المتفوقات جدا في المدرسة وفي الرياضة في حالتها الاجتماعية العلمية والعملية كذلك. فأنصح كل أم الله ما طعمها طعم الأمومة تتوجه لدار الأطفال في الشارجة وتحتضن ياهل تربي، وإن شاء الله الله يبر فيها وكل خير إن شاء الله الأمهات يحصلون من وراء احتضانهم للأطفال. وأنا تجربتي كانت جدا جدا مش جميلة أكثر من الجمال، لأن الله عطاني فرصة أني أحس في أمومة وكبرت البنت، وإن شاء الله تبر فيني وإن شاء الله أقدر أساعدها وأخليها تواجه العالم الخارجي من غير مساعدة أمها.